كيفية تفعيل خاصية إعلامي بأنشطة القنوات التي اشتركت فيها في تطبيق اليوتيوب؟ أقوم بالذهاب والضغط على بروفايلي كالعادة، بدأ إعدادات الخصوصية، ثم بعد ذلك تقوم بالذهاب إلى زر الإشعارات في الأسفل، تضغط عليه بهذه الطريقة. كما ترون ثاني خانة وهي خانة اسمها الاشتراكات، أي تفيدك أي بإعلامي بأنشطة القنوات التي اشتركت بها. أقوم بتفعيل هذه الخاصية من هنا، وقد تمت العملية بكل نجاح. وهنا نصل لنهاية هذا الفيديو، لا تنسوا دعمنا بزر لايك، اشتراك بقناتنا. السلام عليكم ورحمة الله.